محمود، بما احنا الراجل ده بقى هنختبره النهارده، اه ماشي بما انك انت ماشي راجل مذيع، هتبقى اول ضيف يجي البرنامج ده يسأل المذيعات. احنا دلوقتي ضيوف، زي اتفضل اسألنا. الاختبار ده بقى. ايه رأيك بقى؟ ده اختبار لينا احنا اختبار. حضرتك، اوعى تسألنا اوعى اسئلة تسأل. صعبة. ها يلا ليك، براحتك. تسألني سؤال ماشي، تسأل أميرة سؤال، يعني اتفضل. بما انكم سألتوني ايه اصعب حاجة عدينا عليها، فايه اصعب حاجة عديتي عليها انت؟ أصعب حاجة عديت عليها؟ سؤال صعب فعلا. سؤال اتفضلي صعب يا أستاذة فعلا. هند، اتفضلي أنا اتفضلي حاسة إن أنا عملتها اتفضلي. شفتي بنفسي. بقى، شفتي بقى. أصعب حاجة إن في وقت من الأوقات كنت قاعدة من غير شغل، وكنت حاسة إنه خلاص كده أنا مش عارفة أكمل، مش عارفة أبقى مذيعة. كنت بشتغل في مكان، المكان ده قفل فجأة، فكنت حاسه ان انا خلاص كده الدنيا قفلت في وشي، وما كنتش عارفه اروح اي مكان تاني. وقعدت كده 3 شهور مش بعمل اي حاجه غير ان انا بصلي وبدعي ربنا وبقول له يا رب اجعل لي مخرج، شوف حل للي انا فيه دلوقتي ده وخرجني منه. وعملت زيك، قلت ربنا انا هعمل يرحمه. اللي عليا ايا كان، ربنا مش هيضيع تعبي، وما ضيعش تعبي وبقيت زيك. نتيجتنا احنا الاثنين واحده، بقيت في قناه الاهلي. ايوه ماشي. ايوه وأميرة ايوه بقى سؤال تاني. اتفضل 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 يا فندم. يعني العكس، ايه افضل لحظة عدت على حياتك كلها؟ يا محمود، ده يعني لا حاجات كتير والله، يعني الحمد لله حاجة حاجات واحدة كتير بقى. قوي. حاجة تمام. مهمة اقول ايه ما يعني هقول لك حاجة. انا يمكن توقفت فترة كده، يعني ما كنتش بعمل حاجة خالص، ولا بغني ولا بشتغل في مجالي كموزيع ولا بعمل اي حاجة. قعدت فترة كده، وبعدين كنت هشد في القعدة، يعني كنت هقعد بقى واكمل وكده وخلاص بقى يا ستي، ويعني وجوزتي ومعاكي عيالك تمام. بس اللحظة اللي حسيت فيها ان انا لا، انا مش قادرة اقعد وان انا اقدر اكمل واقدر اعمل اي حاجة في اي وقت انا عايزاه، دي بالنسبة لي احسن فترة. ان انا رجعت كملت الحاجتين اللي انا بحبهم، ان انا اغني وان انا اشتغل مذيعه حسب دراستي يعني. فده بالنسبه لي كان القرار المظبوط، ان انا قلت لنفسي انتي هتكملي، انتي مش بتاعه قاعده، فلازم تكملي ولازم تفضلي. فدي بالنسبه طب لي انت كده احسن حاجه. جاوبت على السؤالين. انت كان في سؤال تاني؟ لا جاوبتي انت على كده افضل جاوبت على الافضل افضل. واحسن هما الراجل بالظبط. ده مذيع شاطر والنبي قوي يا عسل. امير، والله وانت بقى العظيم ايه مذيع افضل شاطر لحظة قوي. في حياتك، افضل بما لحظه في انها حياتي قالت افضل لحظة؟ كتير قوي، اللحظات نعم. الحلوه كتير قوي. والله والله افضل لحظه هي اول حلقه، ده بجد، ده مش عشان احنا في قناه الاهلي، بس عشان انا من وانا صغيره الاهلي عندي، يعني مش عارف العيال اللي هم كانوا بيروحوا بقى يتفرجوا على الكوره زينا والحاجات. كده. ايوه، ففكره انه وقفت وبيبو المخرج قال 3 2 1 في اول حلقه، وشفت لوجو الاهلي هنا على الشاشه وبعده كان وشي، فده كان بالنسبه لي، دي كانت لحد دلوقتي احلى لحظه في حياتي. ثواني بس، هو المخرج اسمه بيبو؟ اسمه ايوه. بيبو. ايوه ده اهلي اهلي بقى. اهلي، امال ايه، احنا ما بنهركش، ما دي ينفعش حقيقة. ما ينفعش.